اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا منذ قليل، ده كان منذ قليل وصول لاعبي النادي الاهلي او لاعبو النادي الاهلي الى استاد برج العرب. زي ما حضراتكم شايفين منتهى التركيز، الكل ما فيش اي حاجه في دماغه غير ان شاء الله ان يبذل كل واحد فيهم كل المجهود اللي يقدر عليه عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز في هذه المباراه. خلونا بقى نتكلم عن الحاجات التي لا تكذب ولا تتجمل، الارقام، الارقام دائما لا تكذب ولا تتجمل. خلينا نشوف بعض المقارنات ما بين الكابتن عماد النحام ما بين كل لاعبي الفريق، غالبا هنوريها لحضراتكم دلوقتي من خلال وجود الدكتور احمد ثابت اللي هيكلمنا ايضا عن طريقه لعب النادي الاهلي وطريقه لعب نادي المقاولين العرب. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. خلينا نخش على طول في هنبدا بالمقارنات. تمام. اولا خليني اعرف التشكيل المتوقع من وجهه نظرك، سواء للاهلي المتوقع، سواء للاهلي او للمقاولين العرب. قبل بس ما نبدا، الاهلي المتوقع محمد الشناوي، ايمن اشرف ورامي ربيعه، احمد فتحي، علي معلول، حمدي فتحي وعمرو السوليه، صالح كومعه، حسين الشحات، رمضان صبحي، قدام ازارو. وليد سليمان يمكن كان في كلام ان هو عنده نزله برد وكده، انا اتكلمت معاه حتى قبل ما اجي، قال لي ان هو جاهز، قال لي ان يعني ان شاء الله بالحقن اخذ حقن كتير وان هو جاهز. فده بالنسبه للاهلي. لكن التشكيل المتوقع بتاع المقاولين العرب، هم يعني هم عندهم سكواد قليل قوي بعد احمد علي راح البيراميدز، طاهر محمد طاهر مش موجود، فالنهارده هو اعتقد ان هو هيبدا بالاوراق الاساسيه عنده، ومش هيبقى عنده غير ورقتين او ثلاثه دكه بدلة هي اللي تقدر تسعفه في الشوط الثاني. ايوه. فالتشكيل الاقرب هو كابتن عماد النحاس بيعتمد على 4-3-3 دايما، 4-3-2-1 قدام النادي الاهلي تحديدا. محمود ابو السعود في حراسه المرمى، محمد سمير وفاروق كابوري اثنين مساكين، امير عابد باك يمين، باك شمال حسن الشامي، الثلاثه الارتكاز ابراهيم صلاح، محمد مجلي، محمد سوستا، جناح يمين لويس هينستروزا، وده لازم نحط عليه كده تحته مليون دايره، لويس هينستروزا ده اخطر لاعب في المقاولين العرب، لويس هينستروزا الجناح اليمين. حلو جدا، هنرجع نتكلم على لويس هينستروزا، بس يا جماعه والله العظيم ثلاثه انا ما مصدق اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده حاجه غريبه جدا، الناس بتخلي يعني اتحاد كره القدم بيخلي الناس تقعد تشك في الموضوع، هو ليه كده؟ هو ايه اللي بيحصل ده كله؟ تخيلوا حضراتكم ان حتى الان او منذ قليل، منذ دقائق قليله جدا، تم الاعلان عن اسم حكم المباراه. حكم المباراه كابتن محمد عادل هيحكم مباراه نادي المقاولون العرب والنادي الاهلي. احنا طبعا كنا سامعين محمد معروف اعتقد، او محمد معروف حد من حكام التانيين، وكابتن محمد عادل كان من المفترض ان هو هيحكم مباراه الزمالك، ده بناء على ما كانتش حاجه رسميه ولكن كانت تسريبات. دلوقتي مفروض بقى ان هو رسمي، هيبان يعني ممكن كل حاجه تحصل، المفروض ان هو رسمي، كابتن محمد عادل هيحكم مباراه النادي الاهلي ونادي المقاولون العرب، وكابتن ابراهيم نور الدين هيحكم مباراه نادي الزمالك والاسماعيلي. يعني ده احنا طالبنا بيه امبارح، ان طبعا الحكم اللي هيحكم المباراتين دول سواء هنا او هنا، او الطاقم اللي هيحكم هنا او هنا، يجب ان هو يكون رجله في الملعب. عملوا كده مع كابتن ابراهيم نور الدين، كان من المفترض مثلا كابتن جهاد جريشه، كابتن امير عمر يمكن اعتذروا يمكن حاجه مش عارفين، لكن كابتن محمد عادل هيكون حكما للساحه في مباراه نادي المقاولون العرب والنادي الاهلي. وعلى الجانب الاخر كابتن ابراهيم نور الدين سيكون حكما في مباراه نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي. تمام، نكمل كلامنا. التشكيل التشكيل طبعا قلنا لويس هينستروزا الكولومبي، وناحيه الشمال يا ريت بس نعرضه سيف الدين الجزيري ناحيه الشمال، وقدام محمد طلعت. فدي التشكيله اللي هي اللي بيعتمد عليها كابتن عماد النحاس، ال 4-3-3. يمكن كابتن عماد النحاس كمان عنده طريقه معينه في الضغط دايما على النادي. ادي التشكيله قدامنا على الشاشه اهي، 4-3-3 التشكيل المتوقع لويس هينستروزا وسيف الدين الجزيري، واحد كولومبي وواحد تونسي، وقدام محمد طلعت، والثلاثه اللي في النص ابراهيم صلاح ومحمد مجلي ومحمد سوستا وحسن الشامي وامير عابد ومحمود ابو السعود. يمكن لو بصينا بقى على طريقه الضغط بتاعه، هو مستو قوي كابتن عماد النحاس ان هو دايما بيعمل ضغط في وسط الملعب على النادي الاهلي لما بيجي يلعب النادي الاهلي. دايما بيعمل ضغط في وسط الملعب، تلاقي دايما الجناحين لويس هينستروزا على علي معلول، والجناح الثاني سيف الدين الجزيري على احمد فتحي. فانت الحل لازم في بناء الهجمه دايما ان واحد من الاثنين الارتكاز يسقط، يوسع المسافه ما بين قلبين الدفاع اللي هو مثلا حمدي فتحي او حسام عاشور اللي هيبدا فيهم، لازم يسقط ما بينهم عشان تسهل عمليه تحضير الهجمه. لو نفتكر في المباراه الذهاب كان دايما كابتن عماد النحاس بيغلط الاثنين المساكين عندنا. مظبوط. فده الحل المهم قوي. يمكن هم هيعتمدوا على الهجمات المرتده. يمكن لو بصينا حتى هم ازاي سجلوا الاهداف، هنلاقي ان هم اهم حاجه عندهم التمرير الطولي في العمق يا كابتن اسلام. أيوة. خطوره المقاولين العرب النهارده في الهجمات المرتده،
مع كابتن عماد النحاس في سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. الجناح اليمين ده اهم واحد، لويس انستروزا هو دايما اللي بيحول الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فانا النهارده الحاجه الوحيده اللي لازم نخلي بالنا منها هي تحركات لويس انستروزا في ظهر علي معلول. هو دايما الكوره لما بتيجي عندهم تحس ان الهجمه المرتده بتخلص في 30 ثانيه. يمكن لو عرضنا حتى ازاي نبدا على طول بكيف سجل المقاولين 35 هدف في مع كابتن عماد النحاس، هنلاقي 35 هدف في 24 مباراه. نعم. منهم كام؟ 8 ضربات ركنيه. اذا كابتن عماد النحاس من المدربين المميزين بتكتيك الضربات الركنيه. نعم. نخلي بالنا النهارده من الضربات الركنيه. تاني حاجه التمرير الطولي في العمق اللي بقول لحضرتك عليه، الهجمات المرتده دايما بيضرب الدفاع بالهجمه المرتده. انت قلت لويس ده اخطر لويس واحد. اخطر واحد. نعم. النهارده تحركات اكتر حاجه بتقلقني النهارده لويس انستروزا في ظهر علي معلول. نعم. نبص بقى كمان 6 اهداف من ال 35 عرضيه من الجناح الايمن لويس انستروزا، 6 عرضيات ب6 اهداف. ايوه ده غير ان هو عامل 9 اسيست، يعني في اسيستات ثانيه طبعا بتبقى تمريره كده تمرير طولي كده، لكن عرضيات كمان 6 عرضيات من لويس انستروزا اخطر لاعب في المقاولين العرب. 5 ضربات جزاء هو هيلعب ناحيه علي معلول. تمام. اهم مفتاح النهارده هو اللي لازم نقفل عليهم. يعني انت النهارده بيمثل 80% من قوه المقاولين العرب تحركات لويس انستروزا. تمام. خاصه في غياب طاهر محمد طاهر وفي غياب احمد علي. طبعا محمد طلعت مهاجم قوي وخبره ويعني بيتحرك بشكل مميز جدا بين قلبين الدفاع، ولكن الاخطر سرعات لويس انستروزا. لازم بقى حمدي فتحي يرحل على علي معلول، يكلف حمدي فتحي لازم يكون له دورين. الدور الاول ان انا اسقط ما بين الاثنين المساكين في عمليه تحضير الهجمه عشان الضغط اللي هيعمله كابتن عماد النحاس علينا. الدور الثاني ان انت لازم ترحل عليه مع علي معلول عشان تعمل بلوك ويبقى في ستاره دفاعيه مع وجود رامي ربيعه او ايمن اشرف المساك اللي هيلعب ناحيه الشمال، يبقى في 3 موجودين على لويس انستروزا. لو بصينا على الصوره اللي هي بعد كيف اسجل هنلاقي، بص حضرتك الهجمه المرتده بتاعتهم، بص حضرتك الهجمه هي بادئه في الدقيقه كام؟ دي هجمه مرتده لسه في وسط ملعب في المقاولين في الدقيقة كام؟ 65 والثانية 43، الثانية كام؟ 43. هنكمل الصورة اللي بعدها. بص حضرتك سرعات لويس انستروزا في وسط الملعب انطلاقة، احنا قلنا إن هي بدأت في الثانية 43، الصورة اللي بعدها بقى نشوف كتم، بص حضرتك انتهت في الدقيقة كام؟ في الثانية 50، يعني في 7 ثواني الهجمة المرتدة بتاعت المقاولين العرب مع سرعات لويس انستروزا. إذا نخلي بالنا جدا أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي أو حسام عاشور من سرعات لويس انستروزا في ظهر علي معلول. ده اخطر حاجه. طبعا ده التشكيل المتوقع او يعني الاسماء دي اللي بيتكلم عليها الدكتور احمد، التشكيل المتوقع حتى الان. لم يخرج التشكيل الرسمي بشكل رسمي. طبعا فضل. بس نخلي بالنا ده هو بالنسبه لكابتن عماد النحاس، المقاولين العرب التشكيله بتاعته معاه 13 14 لاعب. نعم. وبالتالي هو عنده كريم مصطفى في الاحتياطي اهم ورقه، فاذا انت حضرتك بتتكلم في 12 13 لاعب بالنسبه للمقاولين. نعم. نبص على بعد كده برضو بقيه الصور، هوري لحضرتك بعض العرضيات للاعيب الخطير لويس انستروزا، مش تمام. مجرد صوره اهي، ده اسيست منه. عمل عرضيه لمحمد طلعت اللي جاي اهو. ايوه ادي هدف للمقاولين من عرضيه من الجناح الايمن لويس انستروزا. الصوره اللي بعدها برضو هنلاقي اهي عرضيه من لويس انستروزا. اذا اهم حاجه النهارده نخلي بالنا من الراجل ده نقطه القوه الاساسيه لويس انستروزا. نبص على الصوره اللي بعدها هنلاقي برضو عرضية تانية لويس انستروزا، واحد من أهم المفاتيح عنده زي ما احنا شايفين عرضيات مميزة جدا، بيفتح دايما الملعب، دي نقطة مهمة جدا، بيفتح دايما الملعب بيعمل عرضيات وفي نفس الوقت لما بيخش للعمق بيديك أسيستات زي ما احنا شايفين كده. جناح مميز جدا وأهم لعيب في المقاولين العرب. يمكن لو بصينا على المقارنة بتاعته ما بين جيرالدو وما بين لويس انستروزا، الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا، هنلاقي إن لويس انستروزا طبعا زي ما قلنا هو كولومبي، عنده الرقم اللاعب هو رقم 24، بيلبس كام؟ 24. جيرالدو من انجولا بيرتدي التيشيرت رقم 29، لويس انستروزا عنده 26 سنه وجيرالدو 27 سنه. لويس انستروزا لعب كام ماتش؟ كام مشاركه؟ 29 مشاركه. نعم. نبص على عدد الاسيستات، 9 اسيست وثلاث اهداف، يعني مساهم في 12 هدف، يعني من الاخر بنسبه كبيره اللي مخلي احمد علي هداف الدوري هو لويس انستروزا، عرضيات لويس انستروزا. تاني حاجة الضربات الركنية، لأن كابتن عماد النحاس مميز بتكتيك الضربات الركنية. جيرالدو لعب 17 مشاركة، جايب 3 أهداف وعامل 6 أسيست. تمام. دي أرقام كويسة جدا. أنا كنت عايز أبدأ الأول بمقارنة الاثنين مديرين فنيين. طبعا. مستر مارتن لاسارتي وكابتن عماد النحاس.
مقارنه يعني السن طبعا، ابدا انت برضو قول لنا يا احمد. طبعا طبعا النهارده المباراه صعبه جدا، لان كابتن عماد النحاس واحد من المدربين الطموحين جدا اللي عندهم طموح ان هو يكسب النادي الاهلي زي ما كسب في الذهاب او في الدور الاول، عايز يكسب في الدور الثاني. مظبوط، طموح جدا، وعايز يبين برضو ان هو حقه، عايز يبين ان انا استحق ان انا ادرب منتخب مصر وادرب النادي الاهلي. ده طموح شخصي طبيعي، ده اللي اتربى عليه في النادي الاهلي وده اللي بيطبقه. فيمكن كابتن عماد النحاس عنده 43 سنه، لصارتي 58 سنه، لعب 24. على فكره الارقام متقاربه، يعني الارقام متقاربه. يمكن كابتن عماد النحاس لعب 24، دربهم في 24 مباراه، كسب 11، اتعادل 8، خسر 5. يمكن لصارتي 16 فوز من 20، خسر ماتشين بس اللي هم بتوع بيراميدز، اتعادل ماتشين. نسبه الفوز 80%، نسبه الفوز الناحيه الثانيه 45.8%. الارقام متقاربه بقى في ايه؟ في احراز الاهداف. نعم، المقاولين جايب 35 هدف مع عماد النحاس، النادي الاهلي جاب مع لصارتي 34 هدف بمعدل 1.7. النادي الاهلي اعلى طبعا، 1.4 لعماد النحاس. بالنسبه لاستقبال الاهداف، النادي الاهلي استقبل 10 اهداف بس مع لصارتي، وخرجت شباكه نظيفه 11 مره. المقاولين عنده نقاط ضعف كتير جدا في خط الدفاع، بدليل ان هم استقبلوا 22 هدف في 24 مباراه، ولكن حافظوا على نظافه شباكهم 10 مباريات. 10 مباريات. طيب، المقاولين العرب استقبل 22 هدف. قلنا التوقيتات، لكن قول لنا كيف استقبل المقاولون العرب اهداف؟ دي يعني كرات عرضيه، كرات ثابته، دي بتبين نقطه ضعف. ازاي النهارده نضرب المقاولين العرب؟ دي نقطه مهمه جدا. استقبلوا 22 هدف، هنلاقي ان هم عندهم كذا مشكله دفاعيه. اول حاجه التمرير الطولي في العمق، عندهم الاثنين المساكين محمد سمير طبعا واحد من الاعمده الاساسيه، وفاروق الدين كابوري، الاثنين عندهم مشاكل في التمركز في البطء. اذا عندك واحد زي وليد ازارو تقدر ان انت تدي له تمرير طولي في العمق، وخاصه كمان النقطه الثانيه 5 ضربات جزاء، يعني 11 هدف جايه باخطاء من قلبين الدفاع. اذا وليد ازارو النهارده دوره مهم جدا ان انت توصله للمرمى، سواء بالتمرير الطولي في العمق ان هو يجيب هدف او يصنع هدف او يجيب لك ضربه جزاء. ايوه، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، نقطه الضعف الثانيه، عندهم مشكله في الجبهه اليسرى اللي هي اللي فيها حسن الشامي. الجبهه دي حسن بيعمل اوفرات كويسه جدا، بس لكن على المستوى الدفاعي ضعيف جدا في بصراحه، يعني نعم. ضعيف جدا النهارده احمد فتحي، والجناح اللي هيلعب قدامه حسين الشحات ممكن يكون نقطه قوه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. لما تلعب على الاطراف كابتن عماد النحاس هيضيق لك وسط الملعب، بيلعب بثلاثه ارتكاز زي ما احنا شايفين، بيلعب بيه ثلاثه ارتكاز. انت عشان تهاجم كابتن عماد النحاس لازم تلعب على الاطراف، لازم تشغل احمد فتحي ولازم تشغل علي معلول. لازم احمد فتحي تحديدا مهم قوي ان الجناح اللي قدامه لما يدخل للعمق اللي هو هيبقى مثلا حسين الشحات او وليد سليمان او جرالدو، اي واحد فيهم لازم احمد فتحي يفتح للاخر ويعمل العرضيات، او محمد هاني الاقرب، يعني احمد فتحي او محمد هاني، اي حد فيهم لازم، مهم جدا، خاصه ان الجبهه ديت على المستوى الهجومي عند المقاولين مش زي الجبهه دي اللي فيها لويس انستروزا. علي معلول لما يتقدم هيبقى بحذر نوعا ما، لان الجبهه دي عندك لويس انستروزا، فعلي معلول تقدماته هتبقى اقل شويه، لكن احمد فتحي عندك الجبهه بتاعته أو محمد هاني فلازم تقدم وتعمل العرضيات، دي مهمة جدا. تمام، إذا حضرتك بتقول إن أهم حاجة الكرات الطويلة في العمق والنواحي الكرات العرضية من ناحية اليمين من عند اللي هيلعب باك رايت واللي هيلعب قدامه في الوينج اليمين. طيب، وبرضه العرضية من الجبهة اليمنى، أو العرضيات من الجبهة اليمنى، يعني العرضيات النهاردة نقطة ضعف عند المقاولين، التمرير الطولي في العمق، الجبهة دي تحديدا. النهاردة حسين الشحات أو اللي هيلعب جناح يمين عنده فرصة ان هو يكون رجل المباراة. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور احمد. شكرا جزيلا. دكتور احمد، وضح لحضراتكم المفروض ان احنا نلعب، او يعني بناء على اللي احنا شفناه خلال المباريات السابقة، دكتور احمد قال لكم النادي الاهلي من الممكن ان هو يلعب منين. بشكرك جدا يا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل بعد المباراة وان شاء الله تبقى حاجة كويسة، ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراة. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل فقرتنا الثانية كابتن سمير عثمان، هنتكلم عن ألغاز التحكيم واللي بيحصل، هل ده طبيعي يا جماعة ولا مش طبيعي؟ نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن سمير عثمان.